الغالي من عهود الاستبداد ووضع حد لاحتكار السلطة والموارد فيها، فإننا نؤكد ما يأتي. أولاً، ضرورة الحل السياسي المتبثل في نيل حق تقرير المصير، فاستخدام القمع المفرط والفتك بالشعب والمعارضة لم يحقق ولن يحقق، لم يحقق ولن يحقق إلا المزيد من الاحتقان والاختناق السياسي، ولن يفضي في كل الأحوال إلى الاستقرار الذي تحتاج إليه الدولة للتنمية وإدارة اقتصادها. ثانيا، الشعب أساس الشرعية. إن القوة والغطرسة والاستنجاد بالقوات الأجنبية لا تعطي أي نظام سياسي الشرعية، وإنما تكرس الدكتاتورية والاستبداد، وهنا لابد من إيجاد مخرج يعيد الشرعية للعملية السياسية من خلال الأدوات المتعارف عليها دوليا، وفي هذا السياق كالانتخابات الحرة والاستفتاءات الشعبية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وذلك لتجنب البلاد الفوضى والخراب والدمار. ثالثا، استحقاق التحول الديمقراطي. إن الأوضاع في البحرين بعد كل المشاهد المؤلمة التي مرت خلال السبع سنوات الماضية لا بد من أن تتجه بدلاً من استحكام الدكتاتورية والنظام الشمولي المستبد إلى التحول الديمقراطي، وهو استحقاق وطني بامتياز يفرض حجم الأحداث التي مرت خلال السبع سنوات السابقة، ويفرض حجم التضحية ويفرضه حجم التضحيات التي قدمها شعبنا الأبي من أجل ذلك. ولا نعتقد بأن ثمة منصف في العالم يمكنه أن يعارض التحول من النظام القبلي الوراثي إلى الاستبداد إلى نظام ديمقراطي حر. خطوات مهمة للتحول الديمقراطي، وهذه يجب أن يسمعها العالم كله، ونقولها بعد سنوات، سبع سنوات، يجب أن يسمعها العالم كله. إننا في ائتلاف ثورة 14 من فبراير نرى أن التوجه ناحية الحل الجذري الذي يقرر فيها الشعب مصيره وينهي حقب الاستبداد، وهو خيار استراتيجي لتحقيق استقرار مستدام يخرج وطننا العزيز من ويلات اللجوء إلى قرار العنف الرسمي والنتائج الكارثية المترتبة على اعتماد خيار البطش والفتك وتكبيل الحرية وتكميم الأفواه. وكخارطة طريق لا بد من الشروع في حل سياسي يفضي إلى التحول من العنف الرسمي وأجواء القمع البوليسية ومصادرة الحريات وسحق الكرامة.